السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الله يبارك فيك. بقول لحضرتك سؤال يعني في الفقه. اتفضل. ما حكم الإله يعني لو هل الإله هذا الإله أقل من 4 أشهر يعني؟ الإله جائز مع الكراهة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا. طب هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، من قال خاص؟ الله قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. تمام. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. وإياكم.